تتعب برشا بالحق والله تتعب. يعني في بدي علاقه هكا شخصيه بيناتنا وباش نستغل نفوذي معاك. نجم نعطيك سكوب او موش سكوب الجمعيه الوحيده. ما تقوليش في العالم، في العالم الناس كل تعرف اللي تحب اليوفي. لا نجم نعطيك اسم الجمعيه الوحيده اللي لعبت لبست ماريولا واللي نكن لها عطف واللي قد تكون هذيك جمعيتي. قد تكون سارة. قد تكون هذيك جمعيتي، هذيك النجم نقول لك عليها. ما اي اللي هي شكون؟ هي جمعيه لبس الاحمر والاخضر. من اقدم الجمعيات. الملعب التونسي. نجم نقولوا فريق مفضل الملعب التونسي. هو يقال ديما انك كلوبيست ولا؟ شفت اراجيف برشا ارفيك مصحيح. قد يكون. لا والله العظيم يا اسلام في هالعوام الكل عمري ما عطيت هالجمعيه ماهيش خبر باش يغير مسار الانسانيه ولا مسار المجتمع في تونس، دونك خذيت عهد على نفسي اني عمري ما نعطيه. ولكن وجود بكل تواضع بطبيعه الحال وجود شكوك والناس اللي اليوم مازالت تسالني يبدو لي دليل واني كنت موضوعي، لانه اون جينيرال تقريبا 95% من زملاء الوجوه الاعلاميه تعرف انتمائهم. انا ارتأيت على نفسي وقطعت عهد على نفسي اني عمري ما نعطي انتمائي اللي هو ماهوش انتماء، خاطر دو توت فاسون بصراحه بكل صراحه حتى الجمعيه اللي نحبها كي نتفرج فيها اليوم مع النجم نفرح تصدقني ونقولها مش كليشي ومش كلام بدورو. ماتش كوب دافريك نفرح الكل تو لي كلوب تونيزيان بدون حتى استثناء اللي يبرزوا الكل. ما تنساوش كي تكشفها اليوم معناها باش يمس مصداقيتك بعد الكراهيه هذه الكل ولا؟ فك علينا، هاي تعدي السؤال اللي بعد.